خطوات سهلة وبسيطة مدعومة بدلائل علمية ستمكنك من الحصول على بشرة نضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترغب في الحصول على بشرة نضرة ولكن لا تملك إمكانية شراء المستحضرات الكيميائية؟ أم أنك فقط تحبذ كل ما هو طبيعي بعيدا عن المنتجات الصناعية؟ إن كان جوابك بالإيجاب على أحد هذين السؤالين أو كلاهما معا، فلتتابع معنا الحلقة غاية نهايتها، لأننا سنقاسمك أسرار نضارة البشرة من خلال خطوات تتخللها وصفات بسيطة. ودون إطالة عزيزي المشاهد، إليك الخطوات مرفقة بفوائدها الصحية. الخطوة الأولى: عصير الليمون. بداية عند استيقاظك في الصباح الباكر، كل ما ستقوم به هو عصر ليمونة متوسطة الحجم في كوب من الماء الساخن، وبعد انخفاض درجة حرارته قم بشربه ببطء. ومن أهم الفوائد التي ستجنيها بهذا العصير، علاوة على توفيره للفيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين، هو ترطيب جسمك ومنعه من الجفاف، العامل الأساسي لتنظيم مستويات إفراز الزهم وبالتالي صفاء البشرة. الخطوة الثانية: الحمام البارد. مباشرة بعد خطوتك السابقة، قم بأخذ حمام بارد لمدة دقيقة واحدة. وكأهم فائدة ستمكنك به هذه الخطوة هو تضييق مسام بشرتك، مانعة بذلك تراكم الأتربة والخلايا الميتة على مستواها، وبالتالي خفض احتمال ظهور الرؤوس السوداء والعديد من أنواع البثور. الخطوة الثالثة: عصير الجزر والتفاح. وكخطوة ثالثة، قم بتحضير جزرتين مقشرتين على شكل قطع صغيرة، وذلك للاستفادة من خصائصها الحيوية المتمثلة أساساً في غناها بالبيتا كاروتين والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى التي تحارب تلف الجلد والبقع الداكنة وتقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة وتعزز توهج البشرة. ومن ثم أضف إليها تفاحة متوسطة الحجم على شكل قطع صغيرة كذلك. وما ستضفيه الفاكهة على هذه الوصفة أساساً هي مركبات الفلافونويد التي تمتاز بخصائص مضادة للالتهابات والطفرات وتحمي الجلد من التلوث المتواجد بالهواء، وذلك وفق دراسة نشرت عام 2019، وهذا فضلاً عن حمض التانيك الذي يساعد على تفتيح لون البشرة. وأخيراً، أضف قطعتين صغيرتين من الكركم الطري والزنجبيل، وذلك لغناهما على مستوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، أحد أسباب فرط التصبغ والتجاعيد والخطوط الرفيعة. ومن ثم قم بعصر هذه المكونات بالاستعانة بمستخرج العصير أو فقط بالخلاط الكهربائي، ولكن مع إضافة القليل من الماء لهذا الأخير. وبعد تحضيرك للعصير قم بشربه كاملا. الخطوة الرابعة: توصيات إضافية. في هذه الخطوة، إن صح اعتبارها كذلك، ما يمكنك فعله هو تخصيص وجبتي عشاء في الأسبوع تتناول فيهما سلطة من الشمندر أو الجزر المسلوق مع قليل من زيت الزيتون، وذلك لتمكين جسمك من التخلص من السموم عامة وبشرتك خاصة. وأخيرا، على نفس المنوال، خصص حصة إلى 3 حصص في الأسبوع لممارسة رياضة الجري لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، وذلك لإزالة السموم المتراكمة بالجسم كذلك. وختاما لحلقتنا، تجدر الإشارة إلى ضرورة ممارسة هذه الخطوات لمدة 6 أسابيع متتالية لتحقيق المبتغى المنشود. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.